طيب خلينا نغوص اكتر في تفاصيل خاصه باخبار نادي الاسماعيلي، ومعنا على التليفون كابتن اسامه خليل، واحد من نجوم طبعا الكره المصريه والدراويش والمتحدث الرسمي باسم نادي الاسماعيلي. مساء الفل عليك يا كابتن اسامه. اهلا اهلا يا احمد، ان شاء الله تكون بخير. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، كل خير. يعني خلينا نبدا معاك من حيث انتهيت في الخبر، طمنا على حاله محمد فوزي حارس مرمى الاسماعيلي اللي طبعا يعني خضنا عليه هو والونش في المباراه الماضيه. لا الحمد لله، كابتن محمد فوزي طبعا بعد المباراه مباشره اتعملت له عمليه زي ما حضرتك ذكرت بالنسبه للغضروف، والحمد لله ان شاء الله يتعافى منها، لان الفتره اللي جايه هي فتره اعداد وتاهيل طبعا حاجتين نفسي وبدني، يعني على اساس ان يبقى في ريكفر للاصابه وتغطيه سريعه عشان يتعافى ويرجع تاني للملاعب ان شاء الله. وكل تمنياتنا الطيبه طبعا لكابتن محمد، لان هو من الحراس الاساسيين للنادي الاسماعيلي، وبالتالي قلوبنا معاه يرجع، وزي ما حضرتك ذكرت برضه بتعتمد عليه في مساله ازاي ياهل نفسه ويعني على الاقل يعالج ويستمع الى الاطباء بالنسبه للتاهيل والاعداد البدني، لان دي طبعا بتبقى محتاجه تركيز شديد علشان يرجع للملاعب بسرعه. فوز كله مكاسب يا كابتن اسامه، ببارك لك عليه طبعا. فوز على حساب الزمالك رقم واحد، رقم اثنين فوز بيبعد اكتر بنادي الاسماعيلي من مناطق الهبوط. شفت المباراه ازاي والنتائج الجيده اللي بيحققها كابتن حمزه الجامل، خصوصا المباراه دي كمان انعشت الاسماعيلي سريعا بعد الهزيمه امام بيراميدز؟ هو مفيش شك يا احمد ان كلما زاد تركيز لاعبي الاسماعيلي واحساسهم بالمسؤوليه، وطبعا الكل داعم ليهم سواء كان جماهير او اجهزه اداريه او فنيه او مجلس اداره لاهميه الموقف، فبالتالي تركيز لاعبي الاسماعيلي، وده طبعا بالدرجه الاولى بيرجع لاسلوب اداء كابتن حمزه الجمل وجهازه الفني مع اللاعبين، لان اقول لحضرتك حمزه حقيقه متعايش تماما مع اللعيبه، يعني قاعد معاهم في الاوتيل بتاع النادي وعايش معاهم يعني 24 ساعة، ده نوع من التركيز العالي جدا جدا اللي انا يعني كلاعب كرة سابق وكأحد الفنيين دايما اطالب بأهمية التركيز، بتعمل نتيجة قوية جدا بالنسبة لأسلوب اداء اللاعب ورغبته في انه يطلع بنتيجة طيبة. هو ده اللي حصل بالظبط يا احمد في مباراة الزمالك، فبالتالي كان واضح جدا اصرارهم الشديد خصوصا بعد المباراة اللي كان قبل منها حقيقة يعني امام بيراميدز وانهزامهم بثلاث اهداف، فكانوا الكل كان زعلان، فكان لابد من وجود دافع قوي للاعبي النادي الاسماعيلي على اساس ان هم اي خسائر بعد كده ما فيش حد هيتقبلها، وبالتالي الموضوع هيبقى صعب، فما تصعبوش الامور على نفسكم، ولكن لابد ان احنا نبتدي مرحله جديده في مساله الاعداد الذهني والبدني وبدرجه تركيز عاليه، وده اللي نجح فيه اللعيبه حقيقه ونجح فيه كابتن حمزه، وبالتالي كانت النتيجه ايجابيه. كابتن اسامه هاخد من كلامك وتحديدا عن كابتن حمزه الجمل، عملها السنه اللي فاتت والاسماعيلي كان في نفس الموقف الصعب ونجح في العبور بيه لبر الامان، نفس الكلام في الموسم الحالي ايضا اقترب بشكل كبير من الخروج من شبح الهبوط او منطقه الهبوط، هيتم التعامل ازاي مع كابتن حمزه؟ وهل برضه هيكون لفتره مؤقته مع نهايه الموسم وترجع الكره من جديد، ولا هنشوف ممكن حمزه الجمل على راس القياده الفنيه في الموسم القادم؟ والله شوف اقول لحضرتك، هو مفيش شك ان حمزه اضافه قويه جدا للنادي الاسماعيلي، ولما اجي افكر فيها باسلوب منطقي جدا جدا، الاسماعيلي يهمه جدا اعداد كوادر جديده فنيه من ابنائه، فبالتالي حمزه احد هؤلاء الابناء اللي لعب في النادي الاسماعيلي واحد نجوم النادي الاسماعيلي، وهي مسؤوليته حاليا، هو عايز يبقى ليه كارير كويس بالنسبه لمسيرته الفنيه كمدير فني، فبالتالي النتائج هي اللي بتحسم الموضوع، واسلوب ادائه وتعامله مع اللاعبين ايضا ليها دور كبير جدا. فالموضوع في يد حمزه، كلما زاد درجه تركيزه وزادت نتائجه باسلوب ايجابي اكثر
مفيش شك، الكل هيقف معاه والكل هيسانده، وبالتالي هيبقى ليه مكان كبير جدا داخل النادي الاسماعيلي. طيب على صعيد اللاعبين يا كابتن اسامه، هل اتفتح ملف المراكز اللي محتاجها دعم للدراويش في الموسم الجديد، او اللعيبه اللي ممكن تمشي؟ سمعنا العروض لاحمد مدبولي، يعني طمنا بقى على موقف اللاعبين نفسهم من الصفقات سواء الراحلين او القادمين لنادي الاسماعيلي. هو شوف، لما نتكلم برضو بأسلوب عملي أكتر، أي شيء يخص الفريق الأول سواء كان إضافة لاعبين أو لعيبة ممكن نادي يسيبها، أنا أتصور ده أسلوب يبقى ضار جدا بالفريق. ليه؟ لأن إحنا ما زلنا في مرحلة حرجة جدا، وبالتالي ما زلنا بنسعى للم الشمل، فما جيش النهاردة أبتدي أتكلم على إضافة لاعب أو مشي لاعب أو أيا من هذه المسميات عشان ما يأثرش على وحدة الفريق. فبالتالي انا اتصور ان من يعني من منطقيا لابد من ارجاء كل هذه الاشياء لغايه ما نوصل لدرجه الامان، ودرجه الامان هنا ان نعدي مرحله الخطر اللي فيها النادي الاسماعيلي. فبالتالي بيبتدي يحصل نوع من النيجوشيشن مع اللعيبه، لان ده حقهم، يعني اللاعب اللي هيترك النادي، اللاعب اللي عايز يروح نادي تاني، اللاعب اللي عايز يزود التعاقد بتاعه، اللاعب اللي يعني تعرف لعيبه الكوره زي ما انت عارف يا احمد ليهم طلبات كتيره جدا جدا، فلازم يبقى في نوع من الاحترافيه في التعامل معهم. لكن الباتم لاين هنا او المنطق بيقول ايه، ان لابد من لم الشمل اولا، لان احنا في مرحله ما زالت حرجه، وبالتالي علينا ان احنا نتكاتف جميعا ونركز علشان المباريات اللي جايه نوصل بيها لبر الامان، وبعد كده نبتدي نتكلم على مراكز اللاعبين ومن هو اللاعب اللي بيمشي مع اسلوب اداء النادي الاسماعيلي ومع طموحات جماهير النادي الاسماعيلي. هو ده في تصوري. اخيرا كابتن اسامه، الجمهور طبعا كان غاضب وكان يعني له كل الحق اكيد في النتائج السلبيه اللي كان بيتعرض ليها نادي الاسماعيلي، لدرجه ان اللعيبه ابتدت تحس او تشتكي ان هو بقى داعم سلبي، لكن المشهد اختلف تماما في مباراه الامس. هل نقدر نقول ان العلاقه عادت من جديد يعني صافيه كما كانت ما بين لاعبي الاسماعيلي وما بين الجمهور؟ هو مفيش شك المكسب بيفرق كتير جدا يا احمد طبعا في اسلوب تعامل الجماهير مع اللاعبين. صحيح. وانا لا الوم الجماهير، يعني انا حقيقه بحضر مباريات النادي الاسماعيلي حاليا في بعد طبعا يعني الفتره الاخيره دي كمساند وكمشجع وكلاعب وكابن النادي الاسماعيلي، فانا بقول لحضرتك ان جماهير النادي الاسماعيلي حقيقه جماهير كبيره جدا وعظيمه جدا في اسلوب ادائها وتحفيزهم للاعبين. ففي تصوري ان العلاقه بين اللاعب وجمهوره اللي بيحكمها في اللي بيحكمها الاداء في الملعب. يعني هو الجمهور عايز ايه؟ الجمهور عايز اداء طيب ونتيجه طيبه. فبالتالي اللود بيبقى قوي جدا على اللعيبه ان هم يرضوا جماهيرهم. لما بتحصل نتيجه عكسيه، وده وضع طبيعي، بيحصل نوع من الشد والجذب ونوع من الغضب، ولكن غضب الجماهير غضب لحظي، بمعنى ودي حلاوه كره القدم. يعني النهارده الفرقه مثلا لعيب وصل لغايه الجول وما جابش هدف، الجمهور بيبقى غضبان وممكن يشتم. صحيح. لكن بعدها الفرصه اللي بعدها على طول جون، خلاص الدنيا بقت احسن، الدنيا بقت كانسه. يعني جمهور لحظي بيشجع. هو كلام حضرتك طبعا منطقي جدا يا كابتن اسامه، لكن الغريب او اللي كان غريب اللي بسالك عنه هو ان اللعيبه نفسها كانت بتشتكي من الجمهور، وكانوا شايفين ان هو يعني عنصر سلبي او عنصر معطل ليهم في طريق العوده. لا لا ابدا يا احمد. لا 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 اطلاقا. لا لا لا، انا يعني معلش انا بس لم يحدث الامر. تمام. لا لا لم يحدث ولن يحدث. لان انت عارف يعني الاسماعيلي، مدينه الاسماعيلي هي مدينه صغيره، ولكن الناس هناك بتعشق كره القدم، فبالتالي اللاعب لما بينزل يمشي في الشارع الدنيا كلها عارفاه، فبالتالي مسؤوليته ان يرضي الناس دي. فانا اتصور ان موضوع ان طب ما هم عملوا مباراه رائعه يا احمد قدام الزمالك. المباراه دي ليه؟ لان هم حسوا بان هناك شيئا ما خطا وفي غضب جماهيري، فحبوا يرضوا الجماهير فزادت نسبه تركيزهم. هو ده الواقع، لكن ما فيش مشاكل بين الجمهور واللعيبه اطلاقا. تمام، وصلت الصورة بشكل كامل يا كابتن أسامة. إذن الأمور تسير على ما يرام في طريق ضمان البقاء بالنسبة لقلعة الدراويش. كابتن أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومساءك زي الفل يا كابتن.